اهلا وسهلا كبيدات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى اختي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في فلوج جديد ولا مرحبا بكم في نهار جديد. اش كتعاودوا؟ اموركم مزيان؟ اكيد اختي من العنوان ديال الفيديو غادي تكوني عارفاني فين غادا. لقيتوني اليوم معروضه لواحد اسبوع ديال بنت خالتي تزاد عندها وليد. بغيت نقول ليها مبروك عليك، ان شاء الله يتربى في عزكم وتشوفوه كيف ما كتمنوا يا ربي. ايوا اختي جيت عند ماما هنايا، راني جيت ليله بقبل وجدت القفيطين ديالي، لي زاكسيسوار اللي غندير معاه، باليت الميكاب، البليغه اللي غادي تمشي معاه. ايوا اختي انا كنحط شغيلي كامل بحال هكذا، وعاد من بعد كنمشي نلبس نقاد وجهي. هنا شاركت معكم القفيطين اللي بغيت نلبس، ما بغيتش نلبس شي حاجه ثقيله، اختاريت لبس غير هاد القفيطين، كيجي فحال هكذا منبت بالعقيق. هذا راه خدمه ماما بيديها الله يعطيها الصحه. ايوا قلت غادي نلبسو اليوم ونديكم معايا حتى نتوما اختي تفوجوا. غادي نمشي نوجد راسي ونتلاقى معاكم اختي من بعد فاش نسالي، وها نتوما معايا. شاركت معكم بزاف ديال الحوايج، وكيفاش صاوبت الميكاب، راني فريمون مزروبه. فاش كنكون اختي في داري كنصاوب داكشي على خاطري وبراحتي، كنشارك معكم لي زيتاب. المهم قديت شعري كيف ما كتشوفوا، صاوبته هكا بوكلي، كنحاول نبدل شي شويه، صوبت الميكاب حتى تقولوا لي كيفاش جاكم. قرب شويه انتوما قولوا لي كيفاش جاكم في الكومونتير. باقي لي العكاكر انا عاد غنديرو دابا، تبان بحال خارجه من القبر. المهم لبست هذا القفيطن، هذا درت هذه النظيمه، هاد النظيمة هادي اختي كريشة بديت كتبان شي شوية ولينا نطيب بزين. ومن الفوق لبست هاد العباية هادي، راكم عارفين واخا غادي نصراحة في الطوموبيل كن ضروري كنبغي نرمي عليا شي حاجة هاكا. وهذا مكان سويكرا هو اللور، ويلا ها اختي معانا نفوجو شوية ونحيحو طق طق طق. هانتوما معانا. بالهدا خديني غير بالحيلة، بالهدا بالهدا حبك وحده في الدنيا يواسيني، فحال مغطي روحي مدافيني، قل لي منين غنبدا. غادي في صحراء وجسمي هزيل فاني، هب الريح جاب عطرك داواني، ملكني وغيب نبدا. ويلا ربيع المحبة مش شاف حالو، ويلا رعد الفرقة ضحى بدالو، خديني بالهدا. ويلا صبري تصدوا بيبانو، ويلا الحب في قلبي ضعاف شانو، راه ملكتي الكبدة. بالهدا خديني غير بالحيلة، بالهدا غير بالهدا ريم الله طويلة، بالهدا العمر غيب المسعفة، واش قلبك محل معفى. هلا وهلا را البحر وخيج كيصفى، العمار غيب المسعفة، واش قلبك محل معفى. هلا وهلا را البحر وخيج كيصفى. Oh,
كويدات كيف دايرين؟ لاباس عليكم. اختي دازت يومين على الاراده ما كملتش معكم الفيديو كيف ما شفتوا. نشطنا داك النهار دوزنا عشيه زوينه وبقيت عند ماما السبت والحد اليوم الاثنين. عاد غادي نرجع ندير هذا باش نمشي ان شاء الله لداري. ايوا دابا بقيت وانا جينا باش نتغداو. ماما ضربنا واحد الدويره كنت قنطانه هاد اليومين وعما خرجنا ما والو صافي. وضربنا واحد الدويره في المنال في الرباط قدر يدير شي اغراض كانوا عنده. ودابا جينا باش نتغداو. جينا هنايا للوفاق عند واحد المحل ديال بوكاديوس. كيدير بوكاديوس شمالي خطير غزال. جانا الجوع غادي نتغداو اختي وعاد غادي نمشيو للدار. وديك الساعه نكمل معكم هذا الفيديو. هذا صورت معكم والو هذا الويكاند هذا حيتاش ما خرجنا ما حتى شي حاجه. بقينا غير في الدار داكشي علاش. وهذا مكانك ويدات. ما نطولش عليكم خليكم معايا. بقى الفخيت سخون. سلام خويا عافاك. شكون لي ماك فلوري اللي كاينين دابا ديسپونيبل؟ ماك فلوري اللي كاينين دابا اللي كاينين ديسپونيبل دابا ليغو اللي عندكم ديسپونيبل؟ كاين كيشات ام ان ام اوريو شوكولا ولا اوريو كراميل. اوريو شوكولا عافاك. عطينا واحد اوريو شوكولا هكم. واحد اوريو شوكولا وي هذا اخطاكم. نو صح سي بون مخبار وكذا ناس كلي ديرو براو شي براوني واعر. شكرا. يلا اختي دخلت للدار. جيت اختي باش نسد معكم هذا الفيديو. كما كتشوفوا مازال بحوايجي والله الا يلا دخلت مازال ما بدلت ما حتى شي حاجه. قلت غادي نجي نهضر معكم باش نسد معكم الفيديو باش اختي نحطو لكم دابا اليوم ان شاء الله غنحط لكم الفيديو. حيت فاش كنبقى نتعطل كنبقى نقول غدا غادي نسد معاهم الفيديو. انا ضروري كنبغي اكثر يا في الاخر نهضر معاكم نشكركم عاد نسد الفيديو. وإلا ما صورتش غنبقى اختي اليوم غدا وغادي نبدا نتعكز عليكم وما غاديش نحط لكم فيديو في الوقت. شفتوا انا البنات فاش كنصور شي فيديو كنبغي نحطو لا غد لي ولا لا بعدو كاع يومين من موراه باش كتعيشوا معايا هكا اللحظات اللي دوزت فيك مثلا ديك اليومين ولا ديك السيمانه. الا طوال الفيديو صورته وخليته متعد حطيته حتى انا ما كنت موتيفاش. داكشي علاش ما كنبغيش نغبر عليكم. كنبغي نصور لكم فيديو لا غد لي ولا لا بعدو ماكسيموم. الا تعطلت نحطو لكم فيديو ديال اليوم اختي خفيف ظريف ما فيه شي حاجه كيما مولفه. كنشارك معكم دي غوسيت حويجات زوينين ولا اليوم الفيديو اللي غنحط لكم خفيف ظريف. نتمنى كبيده تقبلوا عليا. نتمنى يعجبكم ما كرهتكمش البنات فريمون تشجعوني باش اختي ما نغبرش عليكم. حيتاش شحال من مره كذب عليكم تنقول صافي غادي نحبس اليوتيوب ما غاديش نكمل حيتاش التفاعل فيه فريمون طايح. كنشوف راسي كنصور فيديوهات زوينين كنعطيكم دي غوسيت زوينين. لاشين ديالي الحمد لله شي حاجه اللي نقيه كنصورش فيها غير التفاهه وكنحطها ولا كنجي نحط الكاميرا قدامي ونبقى نهضر 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 وصافي في الاخر تنقول لكم بسلامة عليكم. كنحاول الفيديوهات ديالي يكونوا فيهم شي حاجه زوينه مفيده. وعلى قبل دوك الميساجات الفنيين الغزالين اللي كيوصلوني من عندكم كتشكروني فيهم كتقولوا لي فيديوهاتك زوينين. قسما بالله شحال وحده كتقول لي القناه ديالك تستاهل انها تكون طالعه وناجحه كتصوري معنا حويجات زوينين وكتفيدينا. على قبل دوك الميساجات تنقول وي ام كوراج وي ام كوراج وغير صبري وكملي معاهم.
نتمنى انكم تبارطاجيو القناه ديالي مع الناس العزاز عليكم، تزيدوا تشجعوني بلي لايك، راه ما غادي تخسروا والو البنات، راه اللايك راه ما كنتخلصوش عليها غير كتطلع لينا الفيديو. نتمنى انكم تكثروا ليا من لي لايك فيما تشوفوا الفيديو ديالي، نتمنى انكم تخليوا ليا دي كومونتير زوينين كيشجعوا باش ما نعقش نصور معكم دائما. فريمون انا هذا المجال هذا كيعجبني، الا جيت نشوف واش طالع القناه ولا ما طالعش صافي لون طون كنحبسها. سورتو ان كانوا بزاف ديال العوائق، ولكن انا ما تسوقتش لهذا الشيء حيت انا عزيز عليا هذا الدومين، هذا انا عزيز عليا نبارطاجي مع الناس العزاز عليا، عزيز عليا نوري للناس داكشي اللي كنعرف على قد جهدي. داكشي علاش اختي كنصبر وتنقول ماشي مشكل مولاها ربي. وحتى انستغرام مؤخرا ولا كيعكزني، وليت كنشارك يومياتي كامله تما، كنقولها لكم الناس اللي ما داخلينش عندي الانستغرام، عوك اختي التحقوا بينا الانستغرام، راه كتضيعوا النص ديال حياتكم فاش ما كتدخلوش عندي تما. شارك معكم الصباح العشيه فين كنمشي شنو كندير، اي حاجه شاركتها معكم، اي حاجه درتها في حياتي كنشاركها معكم تما، حيت بيني وبينكم انستغرام ساهل اختي، ستوري بلا مونتاج بلا والو طلق لوح، ها هما الكبيدات تفرجوها وما دوزوا معايا نهار. ولكن صراحه حتى يوتيوب عندي فيه الناس فريمون عزاز ما كيدخلوش الانستغرام، على قبلك على قبلك اختي انت اللي ما تدخليش انستغرام تنصور الفيديو ديال يوتيوب، وعلى قبل الميساجات ديالك والتشجيعات ديالك هما اللي مخليني مستمره. شجعوني كبيدات، عافاكم شجعوني وكتبوا ليا بارطاجيو بارطاجيو القناه ديالي باش ان شاء الله عائلتنا تكبر، رحنا تاثرناو بزاف مع انه المحتوى ديالي زازلوز غزال كنصورش التخربيق والتفاهه، والحمد لله على كل حال. غنمشي اختي نبدل حوايجي لي موت ديال البرد، الموت انا قهرني البرد هاد العام، ما فهمتش انا عزيز عليا البرد، ولكن هاد العام كما قلت لكم في الفيديو اللي فات وقالت يقول لك المراه الحامله كتحس بالبرد بزاف، شي اللي قالت لي اختي خالتي والله اعلم. غنمشي نبدل حوايجاتي، غادي نحط لكم هاد الفيديو دابا، نتمنى يعجبكم يكون خفيف ظريف على قلبكم، كنحماق عليكم على ميساجاتكم وعلى تشجيعاتكم، شكرا لكم بزاف بزاف، الله يخطيكم عليا، بوس عليكم كبير اختي من القلب للقلب ديالكم، وغادي نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. غيب الهدى وريم الله طويله بالهدى، الاعمار غيب المساحه.